أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار. وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر ولشعبها كل التقدم والازدهار.